اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه بالتحديد، ونشوف ايه الاخبار يعني، ونعلق عليها ونوضح للناس، لان دي امور كلها مهمه في الحقيقه. حساب في الجول على تويتر قال لك خبر في الجول: الاتفاق بين الاهلي وموسيماني على تجديد التعاقد لمده عامين اقترب للغايه. انا بحترم جدا الاجتهاد، يعني ناس بتجتهد وبتحاول تجيب خبر، فدي حاجة إيجابية بصراحة لازم نحييهم عليها. التفاصيل مش هقرأ التفاصيل ومش هتكلم فيها، فبالتالي انتم منتظرين ان احنا مثلا نقول لحضراتكم تفاصيل جديدة في الملف ده. التفاصيل مش هنتكلم فيها، تمام، لكن الأمور ماشية في الجانب الإيجابي، الأمور ماشية في الجانب الإيجابي. أكتر من كده مش هنقدر نعلق. ليه؟ لأن الاهلي دايما احنا عارفين السياسه بتاعته، كل حاجه لما بيتم اما تخلص رسمي بيتم الاعلان عنها رسمي من خلال الموقع الرسمي للنادي وقناه النادي الرسميه. وبالمناسبه خليني استعير يعني كلمه شهيره قوي للمهندس احمد مجاهد، يعني ان ليس كل ما يعرف يقال، يعني ليس كل ما يعرف يقال، اشمعنى احنا ما نقولهاش؟ فعادي يعني مش هنقول كل التفاصيل، لكن في كل الاحوال خلينا